قصيدة عنوانها الراتب. احنا بنعرف الموظف بستنى هالراتب مسكين اخر الشهر عشان يمسك هالراتب من هون بصير يبلش يصرف زي ما بقول يتبحبح ويسدسد من هون الدينات ومن هون الدكنجي لالتزامات الوالد الوالدة اذا عنده اولاد عنده مصاريف. خلينا نشوف الراتب متوقع. في بعض الناس سالناهم قالوا الراتب ممكن يطل 10 ايام اشي قال اكثر اشي لحد اسبوعين وبعدين بشطب. خلينا نشوف الراتب كم يوم يظل مع الموظف العادي، بدناش نقول موظف السوبر، موظف عادي. بقول فيها والله ما انا عارف ابدا من وين، ابدا من قبض المصاري ولا من سداد الدين. اقولكم بدي ابلش من 22 الشهر وبعدين يوم يعطوك المصاري بيد وياخذوهم الثنتين ما بتلحق تتهنى بيهم الا وجايك سداد الدين. 23 الشهر حصة الحج والحجة يا رضي الوالدين، و24 الشهر حصة الأولاد ما هو كل شيء قرضة ودين، و25 الشهر بتنطح لك صاحب الدكانة أبو نديهتين، و26 الشهر فاتورة الكهرباء يا ضي العين، و27 الشهر فاتورة المي عن شهر وشهرين، و28 الشهر تفقعك أم العيال من الحكي قنطارين، بدها بطاقات شحن واحدة أورنج والثانية زين، و29 الشهر بتدفع الإيجار وبتلد على حالك ولا أنت مصفر اليدين ولا على الشيطان. راتب الشهر طارب يومين وما ظل منه غير دينارين. مش قلت لكم بيعطوكم الراتب بيد وبياخذوه بالثنتين؟ بقولوا في زيادة رواتب مجزية، بقولوا في زيادة رواتب مجزية، كلام على الراس وعلى العين. تتهلل الجوع ويصير الواحد يفكر بخلاصه من دفتر الدين وشلون بده يحوش ويشتري ارض ويعمر دار بغرفتين ويخلص من الايجار ويتبحبح ويعيش العمر عمرين. يا فرحه ما تمت الزياده بنسبه 3% ولا تتجاوز العشرة دنانير ولا تقل عن دينارين. نام واحلم يلي مثلي ومثلك كثير علي اخر الشهر يكون معاه دينارين. ارجع عيد الكره من اول الشهر لعند يوم القبض وسداد الدين يوم ما يعطوك المصاري بيد وياخذوها الثنتين وسلامتكم.